السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا الطيبين، حياكم الله وسهلا بالجميع. شباب، اليوم عندي تليفون انفينكس سمارت 9. هذا التليفون مفرمت عن طريق الازرار وقافل اف ار بي، يطلب حساب جوجل مثل ما تشوفون، يعني دا ادخل رمز الشبكة حتى نتأكد انه قافل او لا. طبعا هذا التليفون اذا تبحث عليه بالاداة تكتب سمارت 9 ما راح يطلع، ما مدعوم اسمه حاليا، ما مدعوم بالأداة. لكن طريقة الفتح شو راح تصير؟ راح نفتح عن طريق ثغرة حالة حال باقي الأجهزة اللي فتحناها قبل. أول شي نوصل التليفون بالحاسبة ونربطه بالنت مثل ما تشوفون الخطوات قدامكم. هنا ما ظهرت الرسالة عندي، المفروض تظهر عندك رسالة تنطي عرض يحولك على المتصفح. هنا جيت على الشبكة، اختارت مشاركة ونختار هاي العلامة. هاي الخطوات بسيطة جدا. مزيد من المعلومات، تفعيل، طبعا شباب يعني اذا ما لقيت في الثغرة معين تقدر تفتح بيها نفس هذا، خلينا نقول ما طبقت هاي الثغرة ما فتحت عندك، حاول انه تلقى لك اي مكان تدخل من عنده من المتصفح. المهم انه انت تفتح متصفح بالتليفون. ندخل على فونكس، نختار فونكس، تمام. هسه حولنا على المتصفح، نكتب فوق بمكان الرابط VN Room. ندخل نطي بحث، نتخطى هذه الواجهة مالت الاناليست روبوت. يا شباب ادعمونا باللايك، واذا ما مشترك بالقناة ما يشترك بالقناة. طبعا لايك جدا يشجعني انه انشر لكم فيديوهات اكثر. نختار هذه مالت الاتصال، نمسح هذا الرقم، نكتب نجمة شباك 8 5 شباك او 8 6 شباك، ماكو فرق. اذا ما اشتغلت عندك الخمسة تكتب الستة. باوع حسنا طلعت لك رسالة مال ADB، نعطي سماح. تتكرر عندك 3 مرات او 4 كلها نعطي سماح. هنا اقرا المعلومات FRB اوكي تم. طبعا هاي الطريقة تنجح على 90% من اجهزة انفينكس وتكنو. نفس الطريقة ما تختلف باي شيء، اي عندك تليفون تشتغله تدخل على هذا الفيديو تكمل بيه الخطوات. واهلا وسهلا بالجميع.